السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ حرف الدال ضمن كلمات في لوحة قرائية. بداية تذكير بالحركات، هنا الحركات القصيرة: فتحة، ضمة، كسرة. الحركات الطويلة: آ، و، إي. ثم تنوين بفتح، تنوين بالضم، وتنوين بكسر. نقرأ الحرف دال مع هذه الحركات: د فتحة، د ضمة، دو كسرة، دي. د فتحة، د د ضمة، دو د كسرة، دي. نقرأ حرف الدال مع الحركات الطويلة: دا، دو، دي. نقرأ حرف الدال مع المدود: دن، دن، دين. الآن نقرأ حرف الدال ضمن كلمات: دار، دا، درب، دار، بردان، دوب، دود، برد، درهم، مدير، برد. نقرأ من الأعلى إلى الأسفل مع الحركات القصيرة ثم الطويلة ثم مع التنوين: درب، دوب، درهم، دار، دود، مدير، برد، برد، برد. أعيد القراءة، حاولوا القراءة ورائي: درب، دوب، درهم، دار، دود، مدير، برد، برد، بردين. نعم، الآن نقرأ حرف الدال ضمن جملة بسيطة: دودي، دودة، دودي، دودة. السلام عليكم ورحمة الله.